عبد الوهاب مورو هو الأب الروحي للجراحين المصريين ومؤسس كلية الصيدلة ومعهد العلوم السياسية وقسم الأمراض النفسية. ولد في ديسمبر عام 1893 وتخرج في مدرسة الطب عام 1915 وحصل على ليسانس الكلية الملكية للأطباء الباطنيين من لندن. يعد من أوائل المصريين الذين حصلوا على زمالة كلية الجراحين وليسانس أمراض النساء والولادة وماجستير الجراحة. تدرج في وظائف هيئة التدريس إلى أن أصبح أستاذاً للجراحة ورئيساً لقسم الجراحة بكلية طب قصر العيني. في عام 1946 حصل على لقب البشوية لجهوده الطبية. عام 1949 تم اختياره عميداً لكلية الطب، وبعد عامين صار مديراً لجامعة فؤاد الأول. بعد ثورة يوليو عام 1952 تم اختياره عضواً بلجنة الخمسين التي تم تكليفها بصياغة دستور جديد للبلاد. وفي عام 1965 حصل على جائزة الدولة التقديرية ورحل في مايو عام 1979.